للمتابعة ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من جنيف الدكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات بجنيف. دكتور، كيف تقرأ نتائج اجتماع فيينا اليوم في ظل مطالب إيران بحزمة إجراءات تضمن إيراداتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية؟ هو واضح أنه حدث فعلا انقسام نادر بين الاتحاد الأوروبي من جهة والإدارة الأمريكية بقيادة ترامب من جهة ثانية. طبعا روسيا والصين قريبة جدا للموقف الإيراني لأسباب خاصة، لأن روسيا نفسها متعرضة لعقوبات والصين دخلت حتى في صراع تجاري مع أمريكا. أما الاتحاد الأوروبي فتقليديا هو صديق للولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا، حتى أمريكا هي التي أنقذت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية بمشروع مارشال، وهي التي جعلتها تزدهر اقتصاديا في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. لكن المصالح مصالح، يبدو أن أيضا فرنسا وألمانيا لديها مصالح كثيرة اقتصادية مع إيران. أذكر أن فرنسا وأوروبا باعت أكثر من 100 طائرة إيرباص بإيران، نفس الشيء أكثر من 100,000 سيارة بوجو فرنسية سنويا. ثم هو أيضا اتفاق قانوني في الواقع صدر حتى مجلس الأمن، إذا في إطار أيضا الصراع الأوروبي الأمريكي، لأن دونالد ترامب وضع ضرائب كثيرة على المنتوجات الأوروبية، على السيارات والألم وإلى آخره. فأوروبا يبدو لأول مرة تأخذ مسافة موضوعية من السياسة الأمريكية في المنطقة. نعم. طيب يعني هل نستطيع أن نقول أن أوروبا ليس لديها من الأوراق، أو هل هي تقف بالفعل عاجزة عن منع شركاتها في إيران من الانسحاب خوفا من العقوبات الأمريكية؟ هو في الواقع الشركات، ما هي الشركات؟ الشركات متعددة الجنسية هي شركات قطاع خاص، شركات رأسمالية، ليست شركات قومية ملك الدولة، ليست شركات قطاعات. هذه الشركات ومجالس إدارتها ومساهميها دائما يبحثون عن الربح، دائما يطرحون السؤال أين نربح أين نخسر. إذا ما وجدوا أن الضغوط الأمريكية غير قادرين على تحملها فينسحبوا طبعا من إيران، لأنهم يذهبون إلى ربحهم المالي ولن يذهبوا في الخسارة. لذلك يبدو أن الشركات المتوسطة والصغيرة قد تبقى في إيران، بينما الشركات العملاقة التي لديها اشتباك مالي كبير مع أمريكا قد تنسحب من إيران. نعم. طيب، في ظل هذا الانسحاب وفي ظل التصعيد الأمريكي والتهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، ما هي السيناريوهات الآن المتاحة أمام إيران؟ أنا أعتقد أن إيران تريد أن تذهب إلى الصين وروسيا وتمثل علاقاتها مع مجموعة البريكس، وفي نفس الوقت أن تجد شرخا في الجدار الأوروبي الأمريكي وأن تستميل أوروبا إليها، وهذا ما نجحت فيه اليوم ضد الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الورقة الأمريكية في الحصار والضغوطات قوية جدا وهائلة جدا، لأمريكا هي التي تتحكم في الدورة البنكية العالمية وفي السيولات والانتقال المالي عبر البنوك وفي الدولار إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ثم تستطيع فعلا أن تجبر شركات أوروبية عملاقة كثيرة على عدم الذهاب في إلى إيران. إذن نحن أمام شركة قطاع خاص. طيب إذن هل أوروبا لديها من الأوراق ما يمكنها من إنقاذ الاتفاق النووي قبل تنفيذ حزمة العقوبات الأولى، أو على الأقل كما ذكرت هذه الدول ليس لدينا الوقت الكافي في أغسطس، ولكن يمكن قبل تنفيذ الاتفاق في نوفمبر القادم موعد الحزمة الثانية؟ بالنسبة للعنوان السياسي يبدو فعلا أنه حدث شرخ بين أوروبا وأمريكا، لا نستطيع أن ننكر ذلك، حدث هذا الشرخ وأخذت أوروبا مسافة عن أمريكا. أما المسار التقنية الإجرائية خاصة فيما يتعلق بالمصرف الأوروبي الذي سيمكن إيران من التحويل عملة أو استقبال عملة والاستثمارات، كما قلت أمريكا التي تتحكم عادة في الدورة البنكية العالمية وفي تنقل السيولات في العالم، فإن هذا المصرف سيعمل خصيصا إن صح التعبير فك الحصار عن إيران. لكن هذا كما قال وزير الخارجية الفرنسي يلزمه وقت حتى يبدأ في تفعيله، هو يتحدث عن شهر نوفمبر الماضي القادم عفوا، لأن شهر أغسطس قد قرب ونحن على الأبواب. فالاتحاد الأوروبي غير مستعد الآن، ومع العطل أيضا لا ننسى العطل الصيفية، غير مستعد للرد بسرعة على حزمة العقوبات من ناحية تقنية الصرفة، وإنما سيستعد بذلك في شهر نوفمبر القادم. شكرا جزيلا لك عبر خدمة سكاي، كنت معنا من جنيف الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي لدراسات بجنيف.